الشعب السوري بكل مكوناته القومية الدينية المذهبية السياسية، والتي ستفصح عن نفسها كما تفصح اتحاد التنسيقيات الشعب السوري وهم شباب سوريا الذين يقودون، ستفصح عن نفسها بأنها فوضى طائفية وبأنها على طريق إقامة الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع. عندما نتحدث عن النظام السوري يجب أن ننطلق من نقطة كانت واضحة فيه منذ البداية، مسألة المقايضة. فنظام الطاغية الأكبر حافظ الأسد استند إلى ذلك في مسيرته الطويلة، أي أن يقايض على جميع المسائل الوطنية القومية العامة مقابل أن يبقى في السلطة. نعم، قد نتحدث طويلا عن التواطؤ، عن الصمت الدولي، عن خذلان الآخر القريب والبعيد، لكن الأساس في كل ذلك هو نحن. إن الثغرات التي ينفذ منها عدونا النظام والميليشيات الطائفية والاحتلال الروسي والإيراني وغيرهم إنما ينفذ من فرقتنا. لكم التحية أيها الشعب، أيها الثوار، أيها المقاتلون. ستنتصر الثورة بالتأكيد، لأنها ثورة الحق والحرية والعدالة. الشكر لكم والتحية لكم.